السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم بيجامات رائعه في الالوان، بيجامات اخر ما كاين، تشكيله جد رائعه ومميزه. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا جميع الالوان وجميع الاشكال اللي كاينين هنايا في البيجامات. بيجامات طوال ديال موبرا، وكاينين بيجامات اخرى، موديلات اخرى في الالوان في الاشكال. كاينين موديلات دو بياس، 4 بياس، 4 بياس، موديلات اخر ما كاين، موديلات رائعه وفي المستوى، موديلات جد مميزه. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا جميع الموديلات وجميع الاشكال، اشكال تحفه ما شاء الله. انتم كتشوفوا معايا كاينين موديلات ديال موبرا وموديلات في اشكال اخرى، كلهم ما شاء الله. كاين بيجامات طوال، يعني كل وحده وذوقها وادواق تختلف من سيدة. وهنايا كاين جميع الأذواق موجودة هنا في القناة، دائما الجديد والحصري مع قناة على قناة عفوا شريفة سمر. ومرحبا بكم، انتم كتشوفوا معايا موديلات رائعة رائعة بامتياز، موديلات ما شاء الله في المستوى، موديلات فيهم جميع الألوان وجميع الأشكال، تشكيلة جد مميزة. وما تنسوش تبارطاجيو مع العائلة ديالكم، مع الأصدقاء ديالكم، الصديقات ديالكم، اللي بغى شي حاجة مرحبا. كما قلت لكم النمرة نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناة، اللي بغى شي حاجة يتصل. بالنسبة للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الأشكال وجميع الألوان، ألوان رائعة. انتم كتشوفوا معايا هنايا الالوان، يعني رائعه ما شاء الله، الوان مميزه. اللي بغى شي حاجه مرحبا، ولا اللي بغى يستفسر على اي حاجه، لا بالنسبه للمقاسات، الثمن، الالوان، الاشكال، اي حاجه بغيتوها مرحبا. النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان، موديلات ما شاء الله، موديلات كلها رائعه. وفضلا منكم وليس امرا، ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديال شريف السمر. انتما كتشوفوا معايا بيجامات ما شاء الله، تشكيله جد مميزه، تشكيله رائعه بجوده عاليه، موديلات ما شاء الله واخر ما كاين، كل وحده وذوقها والاذواق كتختلف من سيده سيده. وهذاك الاختلاف ديال البيجامات كلهم عندي هنايا في القناه، دائما الجديد والحصري على قناه شريفه سمر. ومرحبا بكم، واللي بغى شي حاجه مرحبا. كما قلت لكم النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن، يعني الثمن مناسب لكل سيده. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان، تشكيله ممتازه ما شاء الله. انتم كتشوفوا معايا الالوان، يعني بيجامات رائعه. كما قلت لكم كاينين بيجامات ديال موبرا واشكال اخرى، يعني كاين بيجامات طوال، بيجامات قصار، بيجامات بالبينوار، يعني كلهم ما شاء الله. كاين بينوار قصير، كاين البينوار اللي هو طويل حتى لتحت، يعني تشكيله ما شاء الله، ما نحتاجش نقول لكم. انتما كلشي كتشوفوه هنايا على القناه،
ومرحبا بكم جميعا. وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله. اي حاجة حطيتها عندي في القناة توصل عندكم نتوما الاولين. وما تنسوش تشتركوا في القناة، ضغطوا على زر الجرس باش اي حاجة ان شاء الله كما قلت لكم حطيتها عندي في القناة توصل عندكم نتوما الاولين. نتوما كتشوفوا معايا تشكيلة جديدة وموديلات رائعة واخر ما كاين. يعني ما شاء الله الملابس اللي عندي هنا فيها جميع الالوان، فيها من جميع الاشكال، موديلات على الجهد. يعني كل واحد ويعني كل واحد والموديل ديالو، كل واحد ولونه. يعني في الصاله ما شاء الله رائعه، حتى هي في البيجامات موديلات صراحه كلهم تحفه. موديلات جديده وانيقه، كاين موديلات سخان ديال فصل الشتاء، موديلات ديال فصل الخريف، لان هذا الفصل اللي حنا فيه مره سخون مره الجو بارد. يعني كاين موديلات على الاشكال وعلى الالوان. اللي بغى شي حاجه كما قلت لكم مرحبا. النمره هنخليها لكم في صندوق الوصف، غادي نخليها لكم على القناه. يعني موديلات في المستوى، يعني كاين اللي كيكتب ليا ما كنقولش الثمن. يعني انا مخليه للاستفسار اي حاجه بغيتوها، لا بالنسبه للثمن ولا المقاسات ولا الشكالات ولا اي حاجه مرحبا بغيتوها. النمره غنخليها لكم على القناه، وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف. اللي بغى شي حاجه مرحبا. وهانتوما معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا جميع الاشكال وجميع الالوان اللي كاينين هنايا في البيجامات. كما قلت لكم كاين بيجامات دو بياس، تخوا بياس، كاتر بياس، موديلات كلها ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا بيجامه طوال في الالوان وفي الاشكال، تشكيله جد رائعه. انتم كتشوفوا معايا بيجامات في الالوان في الاشكال، موديلات اخر ما كاين. ما نحتاجش نقول لكم انتم كل شيء كتشوفوه هنايا على القناه، موديلات اخر ما كاين، موديلات رائعه. كاين كما قلت لكم كاين موديلات سخان ديال فصل الشتاء، وكاين موديلات ديال فصل الخريف اللي ما هما سخان ما هما باردين. يعني كيكونوا الجو معتدل دابا في هذا الفصل ديال الخريف. وهنايا كاين جميع الاشكال ديال فصل الخريف الشتاء الصيف، اي حاجه بغيتوها مرحبا، غتلقاوها عندي هنايا في القناه. موديلات ما شاء الله واخر ما كاين. انتما كتشوفوا معايا موديلات تحفة،
يعني كاينين دو بياس تخوا بياس كاتر بياس، موديلات كلها ما شاء الله موديلات رائعة. لكن خليكم تكتشفوا الألوان والأشكال، الموديلات اللي بغيتوها مرحبا. وما تنسوش تبارطاجيو مع العائلة ديالكم ومع الأصدقاء ديالكم الصديقات ديالكم. كما قلت لكم النمرة نخليها لكم في صندوق الوصف، ونخليها لكم على القناة اللي بغى شي حاجة يتصل. بالنسبة للثمن يعني الثمن مناسب لكل سيدة، وبقاو معايا حتى لآخر فيديو تشوفوا جميع الموديلات والأشكال اللي كاينين في البيجامات. انتما كتشوفوا معايا الموديلات اللي كاينين هنايا في هاد الملابس، موديلات رائعه واخر ما كاين. كاين هاد الشكل هذا بينوار، انتما كتشوفوا معايا بينوار طويل، موديل انيق وجديد يعني 3 بياس. انتما كتشوفوا البينوار يعني هابط حتى لتحت، حيت كل وحده وذوقها والاذواق كتختلف. وهنا في القناة عندي اي موديل بغيتوه، اي شكل بغيتوه، لمتونيات، بيجامات، كساوي طوال قصار، اي جلابة قفطان اللي بغيتوها مرحبا. كما قلت لكم النمرة غتلقاوها في صندوق الوصف وغتلقاوها على القناة اللي بغيتوها مرحبا. موديلات في الأشكال وفي الألوان. التشكيلة في البيجامات جد مميزة، يعني كل بيجاما وكل وحده وشكلها، كل وحده وموديل ديالها، يعني موديلات ما شاء الله كلهم، يعني ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كل شيء كتشوفوه هنايا على القناه، موديلات رائعه واخر ما كاين. انتما كتشوفوا معايا الموديلات في البيجامات كاينين في الاشكال وكاينين في الالوان، اي موديل بغيتوه مرحبا غتلقاوه عندي هنا في القناه. وما تنسونيش من اللايكات، اللايكات فضلا وليس امرا. انتما كتشوفوا الالوان اللي كاينه في البيجامات رائعة رائعة ما شاء الله. انتما كتشوفوا معايا موديلات رائعه الصراحه، موديلات كلها يعني اخر ما كاين، تشكيله مميزه. اللي بغى شي حاجه مرحبا،
كما قلت لكم اللي بغى يستفسر على اي حاجه، لا بالنسبه للمقاسات، اللوانات، الشكلات، الثمن، اي حاجه بغيتوها مرحبا. النمره خليها لكم في صندوق الوصف، غادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى يستفسر على اي حاجه مرحبا. انتم كتشوفوا معايا الجديد في الموديلات ديال البيجامات، يعني اخر ما كاين موديلات جديده ورائعه وحصريا على قناتي. وفضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله، وباش تحفزني دائما نزيد القدام ودائما نجيب لكم الجديد في الجديد، يعني موديلات اخر ما كاين، موديلات كلها ما شاء الله. ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كلشي كتشوفوا هنايا على القناه، موديلات كلها رائعه رائعه. بيجامات طوال حتى هما، انتم كتشوفوا معايا حتى هما فيهم جميع الالوان جميع الاشكال، كاين كما قلت لكم كاين حتى ديال المبرة، يعني موديلات انيقه. كما كتشوفوا معايا الموديلات في بيجامات الطوال، يعني كل ما شاء الله، لا الطوال ولا القصار ولا كل شيء، بيجامات كلها مميزه. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه باش اي حاجه، وتضغط على زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها عندي في القناه توصل عندكم نتوما الاولين. وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، الصديقات ديالكم، اي حاجه بغيتوها مرحبا. النمره كما قلت لكم غنخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه. اللي بغى شي حاجه مرحبا. بالنسبه للثمن، يعني الثمن مميز، الثمن جد رائع. يعني بيجامات كلهم يعني رائعة، لون ينسك في لون، موديل ينسك في موديل، يعني موديلات كلها تحفة. يعني ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كل شيء كتشوفوه هنايا على القناة. انتما كتشوفوا معايا موديلات جد انيقه، بيجامات في الاشكال وفي الالوان، موديلات كلها ممتازه. ودائما ما نسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودابا غادي نخليكم فرحه الله مع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع